إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستشير القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للحياة أن تستمر المدنية واللي نعمل فيه والمجتمع المدني شيء جميل ورائع جدا. لكن 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 العيب وعيبي أنا أبدأ بنفسي أن الأمور تكون مناسباتية. بالله يلزم يكون أمرنا يومي وخبزنا يومي قبل الانتخابات وقبل التشريع وقبل الرئاسة وقبل رمضان وقبل أي أشياء. هذه أشياء سواء كان بالنسبة للشهيد شكري بالعيد وإلا بالنسبة للشهيد الحاج إبراهيمي وإلا أي المشاكل بتاعنا يجب أن تكون يومية. وأنا الإنسان اللي يطرح على نفسه النضال لا فما لا صيم ولا رمضان ولا قال أنا ما نجمش نجي يلزم اللي طرح على نفسه النضال يجب أن يكون يومي. Thank you.